السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كلنا نصلي ولله الحمد والمنة، ويكفينا أن نعلم أنه بين العبد والكفر والشرك تركه الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة هي الصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى، هي الحبل الممدود الذي يصل العبد بربه تبارك وتعالى. الصلاة التي إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. الصلاة التي هي الركن الوحيد الذي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء في معراجه، لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء فرضت عليه الصلاة هناك. الصلاة هي التي كان يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. الصلاة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. الصلاة هي التي تقربنا من الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة حتى تكون كما يحبها الله، حتى نخرج منها بالفائدة المرجوة منها، تحتاج منا إلى أن ننتبه لستة أمور. هذه الأمور الستة إذا انتبهنا لها كانت الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى، ووجدنا السعادة والراحة والطمأنينة في هذه الصلاة، ووصلنا إلى قريب مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها. وصلنا إلى درجة وجعلت قرة عيني في الصلاة في هذه الأمور الستة. احسبوها معي، وإذا تبون تكتبون هذا شيء راجع لكم، أو تعدونها في أصابعكم. أولها حضور القلب، ثانيها استشعار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، الثالث الفهم والتدبر، الرابع الخوف، الخامس الرجاء، السادس الحياء. ستة أمور إذا حرصنا عليها جاءت الصلاة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أولها حضور القلب، أحضر قلبك معك في صلاتك، لا تجعل قلبك في مكان غير المكان الذي تؤدي فيه الصلاة، لابد أن يحضر قلبك معك. يعني هناك طبعا أسباب تعينك على إحضار هذا القلب. يقول بعض السلف: كنت إذا وقفت للصلاة جعلت الكعبة بين عيني والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الخوف وملك الموت خلفي يطلبني، يقول لي: هذه آخر صلاة تصليها. شفت الشعور هذا كيف يعني يستحضره الإنسان؟ احنا دائما إذا وصلنا عند الكعبة نشعر بخشوع أكثر عند الكعبة في الصلاة. هذا يقول: دائما إذا جئت أصلي أخلي الكعبة بين عيني،
وإن كان هو في بلد آخر ليس في مكة ليس عند الكعبة، لكن أستشعر أني عند الكعبة، جعلت الكعبة بين عيني. هذا واحد. بعد قال والصراط تحت قدمي، شلون بمر على الصراط يوم القيامة؟ يقول ابن القيم بقدر ثبوت قدمك على الصراط في الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط يوم القيامة. فإذا كان الإنسان على الصراط معناها طحت ما طحت، ها ها سقط ما سقط كذا، فحذر جدا، فلتكن حذرا جدا وأنت تؤدي هذه الصلاة. الجنة عن يميني، يعني إذا أحسنت في هذه الصلاة هذا طريقي إلى الجنة، إذا صلحت صلح العمل كله. والنار عن شمالي، أتذكر النار وأنا في الصلاة، إذا فسدت فسد العمل كله إلى النار. إذا لابد أن أضبط هذه الصلاة. ثم ماذا قال؟ وملك الموت خلفي يطلبني، يقول هذه آخر صلاة تصليها. يتصور لو واحد قالوا له يلا الحين إعدام، إيش تبي؟ صلك ركعتين. لما يصلي ركعتين وبعد شوية إعدام، هذا بيفكر بوظيفته، يفكر بموبه، يفكر بعياله، يفكر بالسفر، يفكر في العمل، يفكر بربعه، يفكر ماذا بعد الموت؟ هذا اللي يفكر فيه. خلاص حين بموت شلون بلاقي ربي؟ كيف ألقى الله تبارك وتعالى؟ ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا صلاة مودع. ليش الإنسان يصلي صلاة مودع؟ حتى يستحضر أنه يمكن أنا أموت الآن. صحيح لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، الإنسان بأي لحظة ممكن يموت، هذا حق، الموت حق، والموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. إذن النقطة الأولى ألا وهي أن الإنسان يحضر قلبه معه في صلاته. الأمر الثاني يستشعر وقوفه بين يدي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر أحدكم من يناجي. أنت الآن تناجي الله، شاكو تفكر بأمك ولا بأبيك ولا بأخيك ولا بزوجتك ولا بعيالك ولا بعملك ولا بسفرك ولا بتجارتك؟ لا، أنت الآن مع الله، لا تنشغل عن الله بغيره. ولذا يقول أهل العلم لعل هذه من الحكم التي من أجلها نقول دائما الله أكبر في صلاتنا. شو لاحظوا الحين في صلاتنا كيف نقول الله أكبر بداية الصلاة، الله أكبر للركوع، سمع الله لمن حمده الرفع من الركوع، الله أكبر للسجود، الله أكبر للقيام من السجود الجلوس، الله أكبر للسجدة الثانية، الله أكبر للقيام من الركعة الثانية، كل الله أكبر. بس سمع الله لمن حمده والسلام عليكم ورحمة الله، باقي حركات الصلاة كلها الله أكبر. ما نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا، لا الله أكبر الله أكبر دائما الله أكبر. قال أهل العلم حتى لا تذكر شيئا غيره معه سبحانه وتعالى. ما الذي يشغلك عن صلاتك؟ تشوفون في التكبير ماذا نفعل؟ هكذا الله أكبر، هذا رفع اليدين، هذا له معنى. أنت الآن تستقبل القبلة، أنت الآن تستقبلين القبلة ثم تقولين الله أكبر، ما تشعرين أنك ألقيت شيئا خلف ظهرك؟ خلف ظهرك هكذا الله أكبر، هكذا الله أكبر من أبي، أبي خلف ظهري، الله أكبر من أمي، أمي خلف ظهري، الله أكبر من زوجتي، زوجتي خلف ظهري، الله أكبر من زوجي، زوجي خلف ظهري، الله أكبر من أولادي، الله أكبر من عملي، الله أكبر من تجارتي، الله أكبر من سفري، الله أكبر من كل شيء سبحانه، وكل شيء خلف ظهري وأنا مقبل على الله سبحانه وتعالى. استشعار هذا الموضوع مهم جدا، أن نستشعر أن الله أكبر من كل شيء، أننا الآن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى.
الأمر الثالث ألا وهو الفهم والتدبر. لابد أن نحاول نقرأ سواء الفاتحة أو السورة بعدها أو أذكار الركوع أو أذكار السجود أو دعاء الاستفتاح أو التشهد أو ما بين السجدتين، لابد أن نفهم ماذا نقول حتى نعيش الجو. أما إذا لم ندرك ما نقول لن نعيش الجو، فلابد أن نستحضر معاني هذا. فنتعلم معنى الفاتحة، نتعلم معنى السور التي نقرأها في صلاتنا، نتعلم معنى سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، لماذا سبحان ربي العظيم في الركوع، لماذا سبحان ربي الأعلى في السجود، ما معنى ربي اغفر لي بين السجدتين، ما معنى سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ما معنى التشهد. نتعلم معاني حتى نعيش معها، أن نفهم ما نقول. فإذا فهمنا ما نقول تدبرنا ما نقول، إذا لم نفهم لم نتدبر. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الخوف، الخوف أن ترد علينا الصلاة، الخوف أن لا يقبلها الله تبارك وتعالى، الخوف أن لا تكون كما يحب الله ويرضى. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يصلي الرجل ما بجانب الرجل ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. الله أكبر. وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، وليس له من صلاته إلا ثلثها، ليس له من صلاته إلا ربعها، ليس له من صلاته إلا خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. حرام، صدق حرام. يعني فعلا يعني تصلين الصلاة، تصلي الصلاة ما تأخذ إلا العشر، تسع عشر ضايع، بل أحيانا حتى العشر ما نحصله في صلاتنا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. واحد من يكبر لين يسلم تأخذ الدنيا، يفكر بالسفر، يفكر في الربع، يفكر في الغداء، يفكر بالعشاء، يفكر في الطلعة، يفكر في العيال، يفكر في الأم، يفكر في الأبو، يفكر بمشاكله، يفكر. مو هذه الصلاة اللي يبيها الله سبحانه وتعالى. صلي لله. فالخوف من أن ترد هذه الصلاة، لأن لا تقبل هذه الصلاة. وعكسه وهي النقطة الخامسة الرجاء. نرجو أن تكون هذه الصلاة ذخرا لنا عند الله تبارك وتعالى، تأتي يوم القيامة وإذا صلاتك تشفع لك عند الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة التي أحبها الله ورضيها سبحانه وتعالى، فتصلي الصلاة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس وهو الحياء. الحياء هو أن نستحيي من الله ونحن نقف بين يديه ونفكر في غيره، نحن نقف بين يديه ونصلي الصلاة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. شيء من الحياء. نحن الآن نستحي من الناس إذا لم نؤدي العمل الذي طلب منا على أكمل وجه، نستحي ولا نستطيع أن نواجههم، فكيف الأمر مع الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن نستحي من الله جل في علا حتى تكون الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى. فلنحرص على هذا حتى تكون صلاتنا الصلاة التي يريدها منا ربنا تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.